نحكي لك نقطة مقلوبة. اي ابدا اضحك. بيه بيه سعيد بيه منزاو يقضي عليا ونخسر. بيه برا عندك. بيه فما واحد صبعه تضرب في الطاولة من غدوة القام صاحبين بعضهم. بيه حق لبعض شو مكتوبة تبسيني معي شوي. سي فاسيل سي فاسيل. ما مش صعب عليها خونيكار اللي عملتيه. لا عمليش أهلا جوي برا مصطفى. أهلا مصطفى. فما ست رجال مشاو الحفلة واضح؟ واضح. هاي توكي جي نحكي لك شنو عملوا بالضبط. قديشني عسل 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 زي ما ضحكتش. أما بالحق أنا أكبر فان متاع مصطفى. بيه صافي بليزي خاشك جويل. عندك عندك جويل يلا. فما واحد حبط من الكار سفرة شيخ عامل جو. علاش؟ علاش؟ كان في حفلة. حفلة. فهمت أنا بقى. أنا ما فهمتهاش الحقيقة. حفلة. حفلة. كان في حفلة. كان في حفلة. باهي. كان في حفلة. عندك مصطفى. جويل كويس كنت إنجليزي واحد مش نحكي معك برشا، واضح؟ طلع شنية هذه. بنان. لا. ما عرفتوش؟ بيه مش لازم. بيه أكعد. أي 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 اللي بعده اللي بعده. بيه إجا بعده يا روش ديش. كلا نكتة. بيه أستاذي برا روش ديش عندك. أستاذي فما نكتة بالدانس تنجم تعملها؟ إيه؟ نكتة بالدانس بشتي. باهي عندي نكتة بدها باش تقول لك فكالي لما كنت بديها. باهي فما واحد يجري يجري هز معاه مطرقة. علاش؟ علاش؟ باش يحط من الرقم القياسي. أستاذي معناها نحترمك على الآخر ما ضحكتنيش. مش مشكلة. اللي بعد؟ أون بيس عطيتني مرة 13 في الدفوار هذاك خاطني قام عليك أنا. باهي وقتاش ثلاثة مع ثلاثة يوليو ثمانية؟ وقت اللي إن عملها تاتواج. وقت اللي عنقوا بعضهم. وقت اللي عنقوا بعضهم. فهمت ولا عنق خفت أنا له. ثلاثة وثلاثة كي عن طبعا مش عشان مسالي بثمانية. ها؟ صحيح. كاو؟ يحتي يا أستاذ. برا يرشدي اللي بعد. ثلاثة مع ثلاثة ما فهمهاش. ها؟ اوكي. فما بخلي توفى أبوه. بكى بعيب واحدة. أنا شنو سونسي نعمل بقى؟ نضحك. لازم نقراها من كل هذوما. ما بطلت من القراية. كامل لنا مصطفى عندك. فما صحابة جات بحدا صحابة أخرى. قالت لها نحبك. قالت لها خلينا أصحاب. حق. حق 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 حق. إجا إجا مين لي مين ماي. أنت أنت فكرك هو فكلك تيتر. فكلي تيتر. تيتر عندي صح. هاي برا عطيني إيه؟ أبدي لي أنت عايش خويا مسج. حتى نزلت واحدة بك. واحدة دخلت البيبليوتيك. تعايد. أمان ساندويتش مايونيز وهريسة أمان. جيتها قلت لها بتاع البيبليوتيك قلت لها اسمعني راهو بيبليوتيك راهو مش مش ريحه ساندويتش. قلت لها بيه ساندويتش مايونيز وهريسة. بيه 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 مش فرق تو سي بون سي بيه. كيف كيف تصبح ثري في ثلاثة مراحل؟ أولاً يجب أن تصبح وان ثم تو ثم ثري. بالليش قولكم في الإبداع؟ يا ربي على المسات يا ربي يا ربي يا ربي تبتها وحدي معاوني فيها حد. اسمع مين قاعد تبسم رايك؟ مين تبسمتك؟
برا. باهي. قال لك فما راجل عايش في دار صفرة. فرش أصفر، الحليب أصفر، الزربية صفرة، عمته صفرة، الباب أصفر، الدروج أصفر. خرج في الشارع يا سيدي يلقى كاميونة تعديت صفرة. البوليسي صفر، الكريسي صفر. نعم. شنو هو؟ نحكي لك في الأحمر. اسمعني. خرجتوا. يظهر لي يا جماعة أعز حاجة توا أمين حطوله قدامه عزيز. أوي. إيش عزيز معك؟ ثقة بالله قبل كل شيء، ثقة برك. راهو السيد هذا راهو كي نبداو قاعدين حتى وحدنا البرنا نبكي بالضحك راني أنا يا ريت وجهه برك باش نخسر. أنا بيجي أكثر سنين ضحك. أكثر سنين ضحك برا. ماكش ناقص والله. اسمعني أنا واحد اثنين ثلاثة وشدوا رواحنا. أوكي فازي عندك. أنا نبدا. بورقدانا واقفة قدام الجامع علاش؟ ما نعرفش. استنى في العصر. ما ضحكش شد روحك يا مين. في العصر تستنى. باهي. الراي عندك يا مين. بيت تذكروها النكتة متاع الدجاجة متاع بقيك؟ وي. يا سيدي ماي. ماي عرست. ما يعرس تسردوك اسمه منظر. عاد منظر يتفرج في طرح كورة. يتفرج في طرح كورة وهي تعرف في جرون ميناج. قالت له يا منظر هسا قي. يا اخوي علي. هاي. هاي زو شو حكي ازوا امين 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 ناس كنت تخيل برا يا عزيزي عندك عندك راحي وحدي عيني قريب باش دمع امين زوز طمطومات قاسين الكياس استنى استنى شنو شنو زوز طمطومات قاسين الكياس درت تمتومة الأخرى قلت لها تمتومة تمتومة رد بالك من الكراب قلت لها متخاف اللي بعد إيش كلثوم هاي كلثوم هاي كلثوم بايزنا وجهنا هاي واحد سكران سأل واحد سكران قالوا نهار الجمعة باش يجي قالوا ولا ما نعرف يا بالخميس يا بالأحد في عادة تخرجوا فيها تنبح تبا امشي واحد القد بالمقلوب اش صار له؟ قام يلقى سقيه بالدعماش صورها من غير صورها من غير شنو هو شنو اللي عملته لي متاع مسلسل تركي متاع عمري ما صارتك شكون ياك امبوسيبل الكلمه هذه عمري ما سمعتها قبل برا كلثوم عندك نفس كالصوب نفس جاونا به جاونا به في بيسيتي نتاع شامبوان ما يجريش نتاع حاجه اخرى ما يجريش على احرس معناها واحد واحد شميتي حكموا عليه بالاعدام مصطفى حكموا عليه واحد شميتي حكموا عليه بالاعدام اش بي قلت مصطفى نحب نحكم عليه بالاعدام حبيت فما اعدام حطيت مصطفى اكيد ما نموتش اسكت
واحد شميتي اسكت واحد شميتي حكموا عليه عادي الحكم طلع على مصر اشكر اشكر قلت لها ما نموتش فيلم نور بوزيد سمي في الافلام واحد شميتي حكموا عليه بالاعدام نهار تنفيذ الحكم جابوا له واحد اخر معاه باش ينفذوا عليه الحكم هو زاد جاوا للسيد اللي معاه قالوا له شنو اخر امنيه عندك قال جيبوا لي امي جاوا لشميتي قالوا له انت شنو اخر امنيه عندك قالوا ما نجيبولوش امه فين مقبل هنا عزيز انشينا اللي بعد واحد دفنوه اشتر اللوتة واشتر الفوق عليه اشتر اللوتة في التراب واشتر ظاهر الفوق عليه يصوروا في كليب انا عايش ومش عايش كلكم شدوا روحك صحيح صحيح شدوا صحيح صحيتك باه خمس في حاجة خايبة كلكم مازال شادة روحها اي ذكر عندك كل شيء هنايا اللي بعد البقرة ذكرى خايبة البقرة كي يحلبوها عليه تغمض عينيها مش تهبط حليب مركز حلوة شنو اسمهم؟ حك بري عطونا غبلة لا ما تضحكش ما تضحكش ما تضحكش عزيز يا الري وشين؟ كلثوم ما تضحكش جماعة في سبيطار المهبلة الطبيب كل يوم شنو شنو؟ جماعة في سبيطار المهبلة كل يوم الطبيب يسمع في المهبلة نتاعو ويعيطوا سوتا 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 شنو الحكاية هذي؟ قال تافكا ما سكتوش غدوة نمشي نشوف يوم تغدوا سبعتا 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 قال اسمعني ما عادش فيها غدوة كان بالرسمي عاودوها الحكاية نمشي نشوف شنو هي الحكاية يوم تغدوا مونتاج 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 قال ما عادش فيها مشي يجري مشي يجري قال باش ما يشلقش مش طل عليه من النقبة طل من النقبة 19 19 19 19 19 19 19 19